اقتباس من المبدعة آسيا علاجي، راح أقول لها جيناك من طرف حنان تمدح تنسيقك رمضان وتمدح أجوائك. مبدعة مبدعة تبارك الرحمن، أبدعتي آسيا، وكلمة مبدعة قليل في حقك. ممكن عدت الفيديو 10 مرات من جماله، تبارك الرحمن إبداع. روحوا لها وقولوا من طرف حنان جيناك من متابعات حنان.
أذكر هبات المباخر هذه اللي طحنا فيها للحين، عندي من كم سنة فمحتفظة فيها، ما أقدر أبي أوخرها يعني أطلعها أعود أقول لا أحبها. من للحين محتفظة فيها، مثلي هبة جت كل العالم صارت تصور فيها ثم انقطعت، حسيتها أجواء رمضانية. رفعت الشمعة دنات والتحف على طاولة الطعام عشان بنتي الصغيرة كل شوي تخربها.
وبكذا خلصت ركن رمضاني في غرفة الضيوف. راح أشرح لكم إيش سويت. هنا حطيت قماش روز، هذه السلة عندي فيها قماش أبيض، حطيت قماش روز وحطيت سلة وشمعدان. يمديني أحط فيهم إضاءة أنوار بس ما عندي كثير، فاكتفيت أنها تكون كذا. وحطيت مخدة من قماش الروز برضو. وهنا برضو هذه السلة حطيت فيها مخدتين روز، وحطيت هذا مسحراتي أنا مسويته قبل سنتين. عادي خذيت أكياس توزيعات حقت العيد أو حقت رمضان وخيش، وقصيت شراب حطيت فيه قطن، وتقصونه على شكل وجه، ترسمون عيون، تحطون شنبات بالصوف، تاخذون أي قماشة حمراء تحطونها على شكل مثلث، وتحطون خيط كذا بحيث إنه يكون قبع. المسحرات اللي ما يعرفها اللي يقوم الناس وقت السحور في سوريا وفي مصر في بلاد الشام تقريبا، يقومهم السحور، يصير مع الطبل ويقول اصحى يا نايم ويضرب على الطبل، ممكن تشوفونه في باب الحارة، هو هذا المسحراتي. سويته عشان اخبي هذه حقت الشتاء، الغزال، قرون الغزال، فقلت ابي احطه يعني كلوك رمضاني، فحطيت المسحراتي. هنا حطيت هذه اللمبات كيوت من ابو خمسة، مرة عجبتني، حطيتها بالحجر. هذه الحلو فيها انها بالحجر، مع ان فيها افياش وراء المدفأة، بس حطيت هذه بالحجر. وهنا برضو فانوس على الحجر في اضاءة من داخل بس مرة يعكس، حطيت عليه سبحة. والمصحف تبعي، هذا المصحف الله يغفر لأبوي يرحمه، جعله يا رب كل كلمة اقراها فيه وكل قرآن اجر يا رب لأبوي. هذا المصحف اختي ناويته لأبوي الله يغفر له يرحمه، سوت طلبت لنا طلبية كل واحدة باسمها انا وخواتي. وهذا صورة البقرة انفصلت، لازم مو صورة البقرة، صورة الكهف لازم اعدله. ايوه المهم اختي سوت طلبت لنا كل واحدة باسمها، انا خواتي خمسة، وقالت انها ان شاء الله اجرها لأبوي، كل كلمة ان شاء الله نقراها يروح اجرها لأبوي باذن الله. وبس هنا حطيت كذا. هذه سويتها نباتات عادية، جبت قماش الملابس الروز، الربطات اللي على الراس نحطها، ربطتها عليها وسويت من وراء الحركة الربطة اللي طايحين فيها هبة كذا، طلع مرة شكلها كيوت. أنا واقعة في غرامها، بنتي تقول لها يا ماما ما عجبتني شيليها، قلت لها أنا عجبتني. هنا أبي أشاوركم، حطيت لوكين، لوك هنا كله ذهبي فخم، وهذه تبع الحلا والفطاير، حطيت فيها عصفور وغطيتها بما ان الغطا فوقها عصفور. والتمرية والفانوس هذا على الحجار يشتغل، الفانوس طبعا مكتوب عليه رمضان مبارك. وهنا لوك الاحمر عشان الورد الاحمر، فحطيت شمعة حمراء، والفانوس هذا وردي على احمر تقريبا، ونبتة. انا اعتمدت هذه للغرفة، هذه مع غرفة الضيوف، وهذه حطتها بالصالة بس جبتها هنا عشان بنتي، وكأنه عجبني الذهبي مع الفازة، حسيتها أفخم وأحلى. فأبي أشاوركم وش أخلي هنا غرفة الضيوف، هذا الشكل أو هذا الشكل، الطقم الأحمر ولا الطقم الذهبي؟ أعطوني رأيكم في الكومنت، ولا حبذا لو لا تنسون أعطوني رأيكم في الكومنت. وعندي تعليق، اللي حابة تضبط الطاولة إن شاء الله إن الكل يعرف هذه الطريقة، انكم تعتمدون الشكل الثلاثي، انكم تحطون ثلاث اشياء، ما تحطون اربعة، تحطون كذا ثلاث اشياء عشان تطلع حلو، فانوس، شمعة، تمرية زي كذا، فانوس، شمعة، نبتة، تنسقون ثلاث اشياء وتحطونها، حقة الريحة برضو تنفع، تحطونها بدال مثلا شمعة. صلاة هدايا رمضان، الله يكثرك خيرك يا مرة خالي. يعجبني بالهدية متناسقة مع الثيم اللي أنا منسقته. نفس القماش، نفتحها وشوف شو داخلها. حبيت الفكرة، حاطة مخدة وولفتها، خلنا نشوف شو فيها. واقعة في غرام الهدية، مبدعة مبدعة يا لطوف، حبيت.
شو مخدة. بخور العرايس، هذا شكله فحم، هذا شكله عبر، راح افكه واشوف. تعدي تشوفوا معي وش الهدية. ترى صارت مبخرة كيوت تاخذ العقل، او شمعة دهن. مشكلة تعكس، ما عرفت اصورها لكم. مرة حبيتها كيوت. وهنا صار بخور، وهنا عطر، وهنا عود، وهنا شوفوا المفاجأة ايش فيه. شوكولاتات صار كرت فحم. والله احلى وافضل هدية عندي، كياتة جمال صراحة حبيتها مرة. مغرمة بتفاصيل الهدية على بساطتها وأناقتها ونعومتها، حابتها مرة. هنا رحت لأهلي ليلة رمضان وقت السحور، رحت أول مرة أسوي هذه الحركة، أروح لهم ليلة رمضان وتسحر عندهم. دائما أول يوم رمضان الفطور عند أهلي. طبعا يوم رحت نمت عندهم صراحة وفطرت معهم، انبسطت وياهم الحمد لله. وزعوا هدايا، وزعناها هدايا رمضان. هذه بنت أختي مغرمة بتفاصيل لبسها، يجنن أن يأخذ العقل. طلبت بنتي كروم نفسها، إن شاء الله إذا جاء صورت لكم. بس والله كذا خلصت هذا الركن، ترى جنب غرفة الضيوف. إذا شفت في حماس وتفاعل على فيديوهاتي وطلب في الكومنت إني أسوي جولة في بيتي، أسويها لكم بإذن الله على العيد مع ترتيبات العيد. الحين طبعا رتبت البيت كله كأنه عيد، بس مع العيد أجيب أشياء جديدة. الحين صراحة ما استخدمت ولا شيء جديد، كله تجميع السنوات اللي قبل، فحطيتها لكم. ومع العيد إن شاء الله إذا شفت طلب في الكومنت وتفاعل ولايكات وتنشرون المقطع لكل اللي عندكم، بإذن الله سوي جولة. إذا ما شفت تفاعل عاد خلاص ما راح أسوي جولة، أتعب نفسي ليه؟ مع أنكم تستاهلون اللي متفاعلات معي. وأبي تصويتكم، ودي نهاية كل مقطع أقول ثلاث أسماء من المتفاعلات معي في الكومنت. صراحة في ثلاث بنات أو أربعة كذا ودي أحطهم نص قلبي، يهبلون يجننون متفاعلات معي. من ضمنهم واحدة اسمها لولو، واحدة اسمها سارة. لولو توقع من الإمارات، سارة ما أدري والله من وين، وفي أمل. مرة ودي أحطهم في قلبي متفاعلات بشكل الله يسعدهم. بس